السلام عليكم أعزائي طلاب صف سادس، أتمنى لكم بصحة وسلامة والعافية للجميع. هذا الدرس أقوم بشرح الموضوع محافظة على بيئة، بعض المواضيع متبقية من الوحدة الخامسة من الفصل الثاني. في الدرس الماضي تحدثنا عن موضوع نحن والبيئة، لكن هذا الدرس أشرح لكم موضوع محافظة على بيئة صفحة 150 من الوحدة الخامسة. صلاي خواي قورتان لبي قطابي خوش استكان قولة جوانا كاني بوليشش هوا دارم همو لايكتان تندرس باش بن كومالك موضوع ما بولا وحدي بينزم لوحدي بينزام لفصل دوم لكتابي ورزي دوم إن شاء الله لموضوعي محافظة على بيئة دس بيدكين هو دارم إيواج لقل من بنو لدفتر كان تان موضوع كان بنو سنوا روجانا لقل من بن هروها تركيز تان بيلكاتي كم بوتان دخل مو إيواج لمالي بهما شوا وانا كان بخوين نوا. الآن هذا الصورة، انظر في هذه الصورة، أقرأ لكم: أفصل أجهزة الكهربائية عن التيار الكهربائي في حال عدم استخدامها. أفصل أجهزة الكهربائية عن التيار الكهربائي في حال عدم استخدامها. هذا الصورة الأولى. انظر في الصورة الثانية: أطفئ الأنوار عندما لا أحتاج إليها. أطفئ أنوار عندما لا أحتاج إليها. صورة ثالث، لدينا صورة ثالث، انظر في هذه الصورة يا طلاب: أحضر عند استعمال المنظفات الكيميائية وأقلل منها ما أمكن. أحضر عند استعمال منظفات الكيميائية وأقلل منها ما أمكن. صورة رابعة: أستعمل آلة حاسبة تعمل على طاقة شمسية. تعمل على طاقة شمسية. هذا الصورة الرابعة. عندنا الصورة الخامس: أستعمل جهة الورقة للكتابة فأخفف من استهلاك الورق وقطع الأشجار. وقطع الأشجار. أستعمل جهة الورقة للكتابة فأخفف من استهلاك الورق وقطع الأشجار. صورة سادس: لا أرفع صوت الموسيقى عاليا فلضج نوع من التلوث. لا أرفع صوت الموسيقى عاليا فلضجة نوع من التلوث. صورة سابع: أحاول إصلاح الأشياء المعطلة قبل التفكير برميها. انظر في هذه الصورة يا طلاب: أحاول إصلاح أشياء المعطلة قبل التفكير برميها. صورة ثامن: أدعو أهلي إلى الذهاب في نزهة سيرا على أقدامي بدل الركوب سيارتي وتلوث الجو. والآن سأقرأ لكم يا طلاب. انظر في الصورة الأولى: قطابي خوش استكان أجل إستا سيري ويني يكن كان دلت سيت لخو دقري. أفصل أجهزة الكهربائية عن التيار الكهربائي في حال عدم استخدامها. دلت سيت دكم هر أدواتي كهربائي من كهبي لبلاك دا كهرباء لبلاك دا بيتو كهربائي بوي دوائي أوي كوائش خو ما بي تواكر بيستا لسر ما لكهربات يبكينوا بوتي أجابيتو بسيار لخومان بكين. لماذا يجب أن نفصل الأدوات الكهربائية عن التيار عن الكهرباء بعد الاستعمالها؟ بعد الاستعمالها بوتي بيستا هر أدوات الكهرباء كإيش ما بينما لكهربات يبكينو لبرتي قطابي خوشيستا كان. لماذا؟ للتوفير الكهرباء حتى زياتر تزوي كهرباء بدست بهنين. حتى زياتر تسوي كهرباء بدز بين لو بينيش دواي أومان لدكا كهر أدواتي كهرباء دا هرش ديك بو إي كهرباء إيش من بين ما روجانا كإيش خو من بيطاكر بيوست لكهرباء ديب كينو حتى للتوفير الكهرباء حتى تسوي كهرباء من زياتر بو بقرته أو بالنسبة بيني يكم.
نظر في صورة ثانية سيري ويني دوام بكن أجر سيري ويني دوام بكن دلتي أطفئ أنوار عندما لا أحتاج إليها روناكي جورك دا كجين موا ياخد هر قلوبك كروجانتو بكاري ديني لما روا يا لهر شينيك ديكا كبكاري ديني إيشت بينما بيست لسرت كوا قلوب جورك بكجين ياخد روناكي جورك بكجين بوتي حتى وكو تزوي كهرباء ما زياتر بو بقاري توام اگر ويني سيم تماشا بكين دعوة اسمان لدك الويني طلاب الصف السادس هذا الصورة احضر عند الاستعمال المنظفات الكيميائية واقلل منها ما امكن دعوة لدك زور زور بآقاية كوا مادة كيميائية كان بكار بهينين وزور زور بكميش بكار بهينين باشا لبرتي زور زور بكامي بكار بهينين وبوتي وبآقا داري بكار بهين اقا بسيار مخو ما امكن لماذا يجب تقلل من استخدام المنظفات الكيميائية بوتي بيويستا زور زور بكامي بكار بهينين او مادة كيميائيانا لبرتي يقول جوانا كانم لأنها تؤذي الجسم وتلوث الماء لبر أوي آزاري جسمان ددا هروها دبيت هوي بيزبوني أو هروها دبيت هوي تي دبيت هوي بيزبوني أو انظر في صورة الرابع سيري ويني تشوارم بكم استعمل آلة حاسبة تعمل على طاقة شمسية دلي أو آلات حاسوبية أوش طاقة شمسية وردقري أوش دبيت هوي تي دبيت هوي كان بونو بكار هناني تزوي كاربا دينا سر ويني بينزم أستعمل جهة الورق ورقة للكتابة فأخفف من استهلاك الورق وقطع الأشجار دلي سيدا ومن لدك هردو روي ورقك بكار بهينين بونوسين نك يقلع بكار بهينين ايدي كبتي بيالن بوتي دبيت هوي كم بكار هناني ورقة اگر ورقش ما كم بكار هنا كم من بكار هنا ايوش دبيت هوي سي كم برينوي كم تر داركان دبرينو وقطع الاشجار واتا بريني داركان اوش دبيت هوي كم بونوي برينوي داركان صورة السادس لا أرفع صوت الموسيقى عاليا فالضجة نوع من التلوث دلي زور صوتي موسيقى برزناك مو سنك أيش دبيت هويتي أيش زورك لزوركاني بيزاري دبيت هوي بيزاربون أخوات زادورو بر هركسيك ويني حوتم صورة سابع أحاول إصلاح أشياء المعطلة قبل التفكير برميها تركيز لسر أو خالب كنقطاب يخوشي استكان دعوة تسمع لدك أحاول إصلاح الأشياء المعطلة قبل التفكير برميها دعوما لدك هركا لبلك كوا تيكتو بيشي أوي كوابير لفريداني بكينوا بيويستا تبكين بيويستا هول بدينك تاكب كينو بيشي اوي كوا فري بدين اواش سودي اوي هيك اللاني مادي هرو كلية ركانا قتم بوتي ما فائدة الكتابة على جهة الورقة فائدك هي اقل لسيق لاي ورقة بنوسين فائدك هي اوي كا دبيت هوي كم بنوي برينوي داركان هروها دبيت هوي كم تربا كارهناني ورقة اوش ويني حاوتم كبون باسكت اقدر تركيز لويني هشتم بكين صورة ثامن ادعو اهلي الى الذهاب في نزهة سيرا على اقدام بدل الركوب السيارة وتلوث الجو ادعو اهلي على ذهاب دعوة لك السكار مدكم لا مالو دكم كواب بيحات سوبكن ببيبرون لزياتي سي بدل ركوب السيارة لزياتي اوي كوا با سيارة هاتو توبكن اوش تفايدية جي هي باش تفايدية جي هي اگر وابكن ما فايدة نزهتا سيرا على قدمين تفايدية جي اگر ببيبرون فيها رياضة للجسم وتخفف من التلوث جسم دبيت هوي اوي كوار ريازي كبا زستماني ددين
هذا بالنسبة لشرح الموضوع محافظة على بيئة. والآن أقوم بحل التمرينات على موضوع المحافظة على بيئة. أعزائي الطلاب، تمرين 16 صفحة 165، تمرين الشعر زما هي لابرا ستو شستو بينز لابرا ستو شستو بينز لو تمرين داوت مال لدك. أكمل الجمل الآتية مطبعا مثالا دلي أو جملة حل كردوا توج أمسي أنا بهمان شيويوي حل دكي، يعني بهمان أو شيويوي أتوج أو سي جملة حل دكي داوت دكا دل أرمي أو ساخة في سلة مهملات فأحافظ على نظافة زبلو خاشك فريد دم زيجي تايبت، يعني ناو حاي ناو سلي زبل زبلو خاشك فريد دم ناو سلا بوسي لبرتي فريدين دلي فأحافظ على نظافة حتى تبكي باريس جاري لا باكو خاميني بكين. دوام رصد دعوت لأم دكا استعمل جهة الورقة للكتابة. قطمانيك روي ورقة بكار دهينين لكاتي نوسين بوتيك روي ورقة بكار دهين باش استفادة كي تبو قطمان فأخفف من استهلاك الورقة وقطع الأشجار. تنكد بيت هوي كم تربى كارهناني ورقو كم تربرينوي داركان هرو كل وين كدا باسم كردو شرحم كيرد. جملة سيملا أرفع صوت الموسيقى عاليا. دنجي موسيقى بارزناك مو بوتي دنجي موسيقى بارزناك مو دلي فل ضجت نوع من التلوث. چونکه یجده زوره که لزوره کانی بیزاری مروف. اسیرو بدلا رکوب السیاره دلیل زیادی اوی کوا بسیاره هات پیاسب کمو بروم بسی هاتو چوده کم با پی و دنسین و تلوث بی ا اوش به نسبت تمرینی تمرين شازم إيسا ديني سرحة الكرني تمريني حافدة ليرة همان أوينا نما هي كلموزوحك شرح ماكر نفسي بينيا. أكتب الجملة المناسبة تحت الكل رسم دلين لجير هل يقلو بينانا يعني بارستي قنزاو بريام بكوا لا برا صوت وشش صفحة 166. انظر في الصورة الأولى يا طلاب، يجب أي عبارة نكتب تحت الرسم بيست عبارة لجر أمريا بنوسين نكتب فصلوا أجهزة كهربائية عن التيار الكهربائي في حال عدم استخدامها أو ويني يكام أجر سيري ويني دوام بكين لويني دوام بيستطيع عبارة كلا شرف نوسين نكتب أحضر عند الاستعمال منظفات الكيميائية
أقلل منها ما أمكن. وش يعني الوقت؟ أجر سيري ويني سيم بكين سلا خود أجري ويني سيم ويني سيم قد ما بيسا لسر ما كيق لاي ورقك نقيق لاي ورقة بنسي بيسا هردو روي ورقك بكار بين استعمل جهة الورقة يعني هردو روي ورقك للكتابة بونسين بكار بين نكتب استعمله استعمل جهة الورقة للكتابة فأخفف من استهلاك الورقة استهلاك الورق وقطع الأشجار وقطع الأشجار ظلام هردو دي ورق كبكار دي ينبو كم تر بكاريناني ورقو كم تر برينوي داركان. انظر في سورة الرابع ماذا نكتب في سورة الرابع لمني توارم تدنسين أم كرة خريكي تيا خريكي أويك وأكل بلانك تيكس وتاكب كاتو التي يأتي أويك فريبدا نكتب أحاول إصلاح أشياء معطلة قبل التفكير برميها أوش بالنسبة حل كني تمريني حافتة كتابي خوشي استكان دواي كو موضوع بشرح كني إيش بيست لسرتان لما لو بزواني أو موضوع أنا بأو وين أنا أرهم ويجون جون بخبر نوا باشان جون جون لدفتريش بينوس نوا يعني بيست لسرتان كسيري أو وين إذا كان بزان كوين يتسلا خود أجري يجب أن تعريف الرسوم بيست تعريفي وينك بزان وماذا مكتوب في الرسوم تشتغل جير وين كان دا نسرع وتوان كدي كبخواي جورتان دسبيرم هوادارم همولاك تندرس باش بن خواتان لقل.